انا تعبان. بس قوم يخرب بيتك يا عمي. ايه ده؟ السلام عليكم. بدايه فيديو جديد. الفيديو بتاع النهارده فيديو الانتصار. الفيديو بتاع النهارده المفروض ان احنا ننتهي من كل المشاكل اللي حصلت لنا في الفيديو اللي فات، فانت لازم تحط لايك على الفيديو ده. عايزين نوصل الفيديو ده ل 10000 لايك في القناه وتفعل الزر عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. من الفيديو دوت هنبدا بقى ننزل التحديات والمقالب والحاجات بتاعتنا اللي انتوا بتحبوها، ده لو اللي احنا جايين عشانه حصل. ان شاء الله يا جدعان باذن الله احنا جايين النهارده عشان ناخد زوزو. الفيديو اللي فات اللي انتوا شفتوه اللي هو الثلاث دقايق دوت غصب عننا احنا جينا هنا ما لقيناهوش ماشي، وكان حصلت معانا ضربات كده والجو كان عندنا وحش جدا، وزي ما انتم شايفين احنا بنصور في الخلا. وريهم كده زلزال بعد اذنك. وقت متاخر زي كده اقسمت بالله ممكن النهار في اي لحظه يطلع علينا، ولو النهار طلع علينا واحنا لسه ما لقيناهوش مش هنلاقيه. عايزين نوصل الفيديو ده 10000 لايك، وهنبدا من غير مقدمات هنطلع ندور عليه في العشش كلها او في الاماكن المخصصه اللي انا كنت فيه اللي ابو حميد كان فيه المكان المخصص. هنقفل الكاميرا واروح هناك. يلا اقفل يا بقى، اقفل يا زلزال. دلوقتي يا جدعان احنا متجهين اهوت لاول عشه ماشي زي ما انتم شايفين. بس جبت الشغل اهو. هي دي العشه يا جدعان، اول عشه حصل فيها حبه حاجات واللي حصل فيها الحاجات كلها. هي دي العشه شكلها عامل ازاي؟ موجوده هنا يا جدعان. لو تفتكروا الفيديوهات القديمه دي العشه اللي كان فيها المهرج برضو كان مخطوف، وانا كنت فيها برضو واسامه كان فيها. كان الكونفوي يمكن الكونفوي مش دي كده؟ مش دي كده؟ ما اعتقدش يا اسامه. استنى بس. ما اعتقدش اسامه يكون فوق. ما اعتقدش. تعالوا يا جدعان نشوف العشه الثانيه. هنروح العشه الثانيه فوق. يلا فاكر تعالى يمكن اللي ورا العشه. ممكن برضه كان يا جدعان مفيش حاجه فوق. بصوا النهار بيطلع هناك والنهار بيطلع، يعني النهار لو طلع مش هنلاقيه. طب يلا يا اسامه. يلا يا اسامه. تعالى هنا هو ده المكان اللي انت بتتكلم. ايوه كنت هو ايوه هنا المكان ده. بص فيها كده. تعالى تعالى جاهز اهو. تعالى بسرعه. يلا بسرعه. اوعى يلا بسرعه. يلا يا جدعان يلا. النهار لو طلع علينا مش هنلاقيه. يلا طلع علينا مش هنلاقيه. يلا بسرعة. عايزين نفوقه يا اسامة، عايزين نفوقه. يلا طلع علينا مش هنلاقيه. خلاص احنا خدناها يا اسامة. ممكن يختفي يا ابو حميد، ممكن يختفي. مش هيتفقد. نزله فوقه، نزله فوقه. هيتفقد مننا صدقني يا عم. ان شاء الله مش هيتفقد. طب قوم 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 انا اشيل. قوم اوعى. امسك امسك التليفون ده، امسك الكاميرا دي. شيل شيل عشان تعبت، انا تعبت خالص. انفرها. يلا يلا يلا. الله لو طلع عليها هتخطف من هنا. الله لو طلع عليها. يلا يا ابو حميد. لقينا زوزو يا رجاله. يلا بقى لقيناها. يلا بسرعه بسرعه شيل. يلا عايزين نسرع، عايزين نسرع بره على الامان. عايزين نسرع على الامان في اسرع وقت. لو النهار طلع علينا مش هنلاقيه. لما الشيخ قال لي الحقوا تاني. امسك امسك يا ابو حميد. كفايه كده مش هتقطع. يلا يلا. حميد مش قادر. نزلوا نزلوا فوق. مش قادر. نزلوا هنا. انا تعبت. نزلوا نزلوا. تعال نشوف احنا الاثنين. لما النهار يطلع يفوق. يلا يلا بس شيل ورقة. ارفع. يلا شيل معايا، شيل من رجلي، شيل من رجلي. يلا من شد حيلك، شد حيلك. يلا خلاص خلاص النهار طلع يا جدعان، النهار طلع خلاص، النهار طلع. اطلع بس، النهار طلع. طب يا جدعان دلوقتي المفروض النهار طلع، والنهار لسه هيطلع. صور كده، صورنا النهار بيشتغل ازاي. تعالى بقى عندي وشاشه اهوت. هنقدر نخرجه بره واحده واحده، بس هنقفل الكاميرا قد كده. اما نوصل في حته كده نضيفه هنقعده وهنقومه قدامكم. اقفل الكاميرا، يلا تعالى نشيله تاني. يلا اقفل الكاميرا. زازو زازو بص يا جدعان، النهار طلع هو مش عايز يصحى، مش عايز يفوق، مش عايز يحصل له حاجه. زازو ما يوديكش. زازو اطلع بيها على المستشفى الاول. زازو 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 يا ابني، مات يا جدعان، مات. لو حصل له حاجه في غيبوبه كده، في غيبوبه. يا نهار ابيض يا اسامه، في نبض يا اسامه. يا عم نبض ايه يا عم؟